إذا صار في اعتداء على سوريا راح تنزل الصواريخ من الدوحة لإسطنبول، خليها تكون واضحة عند الناس كلها، يعني هذه الصواريخ اللي بتطال 3000 كيلو متر و 4000 كيلو متر ما حدا راح يحطها بالمخازن إذا صار شيء. موضوع إسقاط سوريا موضوع خط أحمر عند إيران، عند المقاومة، عند المقاومات العربية. بعض الناس اللي هون بلبنان قاعدين عم بيحللوا لسقوط سوريا، هودي أول ناس رح يدفعوا الثمن، لأن يا أخوان بالآخر بس يقرر الواحد جاي يسقطنا بالقوة بده يحمل نتائج هذه القوة، بده تمارس عليها هذه القوة.